مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا موجز لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر. اتهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية مع وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف، اتهم الوزير بالتقصير والمسؤولية السياسية عن أحداث استاد بورسعيد، كما اتهمه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لمعرفة منفذ الجريمة رغم ضخامة إمكانات وزارة الداخلية. وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت الجزيرة مباشر مصر على نسخة منه إن وزير الداخلية لم يأمر بمراقبة هواتف الجناة ولا تفتيش مساكنهم ولا إجراء تحريات لمعرفة من كلفهم بارتكاب المذبحة. كما ذكر التقرير أنه خلال التحقيق أقر وزير الداخلية بوجود خطأ كبير من قبل أجهزة الأمن، لكنه لم يفسر سبب وجوده أو أسباب ارتكاب عدة أخطاء في وقت واحد وفي مكان واحد ما أدى إلى ارتكاب المذبحة. وقد أكدت اللجنة أن ما أسمته بمذبحة بورسعيد لا يمكن تصور حدوثها إلا باشتراك عناصر من الأمن ببورسعيد وعناصر من المسؤولين باستاد بورسعيد. وقد سلمت لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها عن التحقيق مع وزير الداخلية للجنة العامة بمجلس الشعب، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لتحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات بحق الوزير. وحول هذا الخبر ينضم إلينا الدكتور مجدي قرقر عضو مجلس الشعب. أهلا بك دكتور مجدي. أهلا وسهلا دكتور مجدي. ما الإجراء التالي لخروج هذا البيان الذي حمل مسؤولية مذبحة بورسعيد لوزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم يوسف؟ يعني اللجنة المشكلة هي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة لتقصي الحقائق منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى أحداث بورسعيد، وبالتالي اللجنة رفعت تقرير مبدئي. هذا التقرير كان محل انتقاد كبير من أعضاء مجلس الشعب لأنه سكت عن تحديد الفاعلين الأصليين. تقرير لجنة تقصي الحقائق، اللجنة الفرعية الخاصة بأحداث بورسعيد. لكن في هذا التقرير التقوا مع وزير الداخلية وجاءوا له الكثير من التساؤلات والاتهامات، وكان الوزير تبريريا في كل إجاباته، حتى إن هو حمل الشعب المصري ان هو طبيعته تغيرت بدرجة كبيرة وحدوث تغير في تركيبة الشعب المصري، وان الشعب المصري فيه من الحرية على انها فوضى، وحمل الامن مدير الامن في بورسعيد يعني نوع من التقصير والاهمال، لكنه لا يرقى الى تحمل المسؤولية كاملة. ثم حمل الألتراس الأهلي المسؤولية لأنهم رفعوا لافتة أثناء المباراة. اسمح لي، المسؤولية التي حملها هذا التقرير لوزير الداخلية، هل حملوا مسؤولية جنائية أم مسؤولية يكون فقط يعني على رأس وزارة الداخلية؟ والله الذي سيكيف الأمر هو القضاء دون شك، أن القضاء سيضع القضاء وسيضع نحن بهذا التقرير تقرير سياسي بالدرجة الأولى، لكنه أحد الوثائق التي ستكون بين يدي القضاء في نظر هذه القضية، وبالتالي هو الذي يستطيع تفسير هل هذه المسؤولية مسؤولية سياسية أم تتجاوزها لأن تكون مسؤولية جنائية. لكن اللجنة لم تقول أن المسؤولية جنائية أو سياسية. ليس هذا من مهمة اللجنة، ليس هذا هي مسؤولية سياسية. مسؤولية سياسية. كل ما تتحدث عنه هي مسؤولية. اسمح لي. سياسية. ألا يستوجب ذلك التحميل بشكل أو بآخر سحب الثقة من وزير الداخلية؟ بالقطع. هل من الممكن أن تكون هذه هي مطالبات أعضاء مجلس الشعب؟ هل ممكن أن تكون هذه بالقطع؟ البداية كانت من تقرير رفعه الدكتور عصام العريان و120 آخرين بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية. أظن الآن بعد هذا التقرير هذا سيعزز الطلب الذي تقدم به النواب، خاصة وأنه قصر تقصيرا كبيرا وحاول أن يتستر على الجناة بعدم المتابعة لهم وعدم متابعة من الذي حرضها. يعني التقرير قال كلام خطير، قال مثلا أن عناصر من الأمن اشتركت في تنفيذ
المذبحة، يعني كيف تأتى للجنة أن تستوثق من هذه المعلومة أو من هذا القول؟ يعني اللجنة التقت بالجرحى المصابين، التقت بالأهالي، التقت بالجمهور، التقت بضباط الأمن، وبالتالي وضعت أيديها على أدلة التقصير وربما المشاركة أيضا بالقطع. ممكن أن مثل هذه الأسئلة ستصار بشكل أو بآخر، ولكن الأهم أن هذا من الممكن أن يوضع تحت عين القضاء أثناء نظر القضية. يعني البعض يقول أن ما حدث في استاد بورسعيد، يعني واتفقوا مع ما جاء في هذا البيان من قبل اللجنة، هي مؤامرة من قبل وزارة الداخلية بشكل أو بآخر لإفساد الثورة للرجوع بالبلاد إلى الخلف، ردا على إهانات الشرطة بشكل أو بآخر. هل هذا يعني أن وزير الداخلية اشترك في هذه المؤامرة أو ما جاء في هذا البيان، يعني أن وزير الداخلية كان مشتركا وعلى علم بهذه المؤامرة وهذه المذبحة؟ أنا حقيقة يعني عندما عرض هذا الموضوع في المجلس قلت سيظل الانفلات الأمني وستظل الأحداث يجب مستمرة طالما ظل فلول الحبيب العدلي ووزير الداخلية وأعداء الثورة وزوجة الرئيس المخلوع خارج السجن أو غير متحفظ عليه. لا يمكن أن نقرأ أحداث بورسعيد بعيدا عن سياق شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو. يجب أن كل هناك ما يربط كل هذه الأحداث، وأن أعداء الثورة أو الثورة المضادة تريد أن تنقض على هذه الثورة بإحداث هذه الفوضى في البلاد. لكن لم تتوصل اللجنة أن مشاركة محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي مشاركة فعلية وحقيقية ومباشرة، ليست فقط مشاركة كون وزير الداخلية؟ يعني على الأقل هو حتى الآن يسكت عن وزراء عن ضباط الداخلية الذين يتسببون في هذا الانفلات الأمني، حتى أنه في المجلس لم يتحدث ولم يدافع عن هؤلاء، لكنه عندما ذهب إلى الصعيد انتقد من ينادي بتطهير وزارة الداخلية وأن وزارة الداخلية تطهر نفسها أولا بأول. أنا أظن أن هذه التبريرات هي دفن للرؤوس حول ضد فيه كان مسؤولين محل وقتها للثقه. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا الدكتور مجدي قرقر عضو مجلس الشعب. ونستكمل معكم مشاهدينا موجز الأخبار. في شأن آخر، قرر مجلس الشعب والشورى في جلسة مشتركة اليوم الاجتماع يوم 17 مارس الجاري لوضع ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد. كما قرر الاجتماع أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة يوم 24 من الشهر نفسه. وقال رئيس الاجتماع ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتني إن لجنة مكونة من هيئتي مكتب مجلسي الشعب والشورى ستبدأ في تلقي المقترحات حول تشكيل الجمعية التأسيسية لمدة أسبوع. كان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتتني ورئيس الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى قد بدأ الجلسة بالحديث عن تطورات قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وشدد الكتتني على أن المجلس سيحاسب المتورطين في القضية أيا كانت أسماؤهم أو مناصبهم. كما طالب الكتتني الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات سفر المتهمين، وقال إن سفرهم قبل الفصل في القضية يشير لوجود تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية وكذلك تدخل في عمل السلطة القضائية. وأوضح الكتتني أن مجلس الشعب قرر تخصيص جلسة طارئة في 11 من الشهر الجاري للاستماع للإفادة من رئيس الحكومة حول ملابسات هذه القضية. وليعرف الكافة أننا لن نتهاون في أي حق من حقوق هذا الوطن، ولن نفرق أبدا في ثورته ودماء شهدائه. أسلم.
في هذه الأثناء حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثامن من شهر مارس الجاري لاستئناف المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي والمتهم فيها 43 متهما بينهم 19 أمريكيا. وكان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة قد حدد اليوم دائرة جديدة لنظر القضية بعد تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية. وقرر عبد المعز إحالة القضية للدائرة التاسعة في محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد. نظمت نقابة المحامين اليوم وقفة أمام النقابة للتنديد بما قالت إنه تدخل من المجلس العسكري والحكومة في أعمال السلطة القضائية في قضية التمويل الأجنبي. وتقدمت لجنة الحريات بالنقابة ببلاغ للنائب العام تتهم فيه كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، اتهمتهم بالتدخل لدى محكمة جنايات القاهرة لإجبارها على إصدار قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين. ناشد مستشار التحقيق المنتدبان لبحث وقائع أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، ناشد سائر المواطنين بالمعاونة في التعرف على المتهمين الذين قاموا بارتكاب حريق المجمع العلمي والمتوافرة صورهم في أفلام ولقطات الفيديو المصورة التي عرضتها العديد من القنوات الفضائية. ودعا مستشار التحقيق من يتعرف على شخصية وهوية هؤلاء المتهمين الإبلاغ عن شخصياتهم ومحال إقامتهم وبيان وذلك من خلال تسليمها لمستشار التحقيق بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أو لإحدى أجهزة الأمن. قررت محكمة الجنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة ضباط الشرطة المتهمين في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة إلى جلسة الأول من إبريل المقبل لسماع أقوال الشهود. ويحاكم في القضية مدير أمن القليوبية السابق ونائبه واثنان من مساعديه. كانت التحقيقات قد كشفت أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، وهو ما خلف أكثر من 20 قتيلا فضلا عن مئات الإصابات. نظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالإفراج عن الناشطين أحمد دوما وجورج رمزي، وأكدوا خلال الوقفة على رفضهم التام لسياسة استمرار حبس النشطاء السياسيين حتى الآن. جايين النهاردة عشان نوضح انه احمد دوما محبوس مش عشان حرق مجمع علمي ولا حاجة، وعشان خطابه السياسي بيقول المجلس العسكري ده احد اذرع مبارك الامنية وانه استمرار لسياساته سواء من ناحية السياسية والاقتصادية، فده السبب الرئيسي لحبس دوما. النهاردة احنا جايين تضامن مع زمايلنا المعتقلين احمد دوما عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية وجورج رمزي عضو حركة شباب 6 ابريل، بنقول ان المجلس العسكري اللي افرج عن المتهمين الامريكان في قضية التمويل الاجنبي في تدخل فاضح وفضيحة في حق القضاء المصري وفي حق المجلس العسكري. انتهى مشاهدينا موجز الاخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت، كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للقناة على ذات الموقع. دمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول ان المجلس العسكري اللي افرج عن المتهمين الامريكان في قضية التمويل الاجنبي في تدخل فاضح وفضيحة في حق القضاء المصري وفي حق المجلس العسكري. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار.